بصوا كده احنا خلصنا خلاص الغرزة دي، تمام. خلصناها خلاص وعملناها، اللي هي الغرزة الحشو بنعمل فيهم كلهم غرز حشو ما عدا رقم 3. هنا بعمل فيها 2، وطبعا ما بنساش ان المكان اللي بعمل فيه الارتفاع بعمل فيه غرزة حشو برضو، ما بكتفيش بالارتفاع بس، تمام. هنا احنا المفروض عندنا كل البيسز موجودين، عايزة اوصل بقى ده هنا كده، هركب الظهر يعني هخلي ظهرهم هخليهم كده، تمام. هبتدي اوصل بغرزة حشو، لو الشغل مظبوط هلاقي عدد الغرز زي بعض. اوكي، انا هعمل كده، ادخل بالابره كده، تمام. او هعكس، شوف انا طريقة ال بره كده، تمام. وكل غرزة قصادها غرزة هنا، شايفين؟ هعمل فوقيها غرزة حشو عشان أربط. أتأكد بس إن أنا حاطة الغرز مطابقين على بعض عشان يطلع معايا الشغل مظبوط. هوصل هنا لحد الكورنر ده، هوصل لحد الرقم، هعد 1 2 3، هوصل لحد رقم 3 هنا وارجع لك تاني. بصي كده احنا وصلناهم مع بعض اهو، باقي الوش ده عشان يتوصل كده. اوكي، عايزه اوريكي بس اقفل دي ازاي. هي اخر غرزه اهي، ودي اللي كان فيها ارتفاع بدخل فيها وبعمل مفروض منزلقه كده. اوكي، في طريقه تانية ممكن ما اعملش كده، ممكن خليني على اخر غرزه وافصل الخيط، بتطلع شكلها مظبوط جدا وبتطلع كأنها غرزة، ما بتعرفيش ان ده التقفيل. انا طبعا هسيح لسه ده، بس هوريكي ازاي. الولاعة ضايعة بصراحة، مش معايا. تمام، سيحناها بس عشان تبقى كده. هسحب ده وهجيب الإبرة دي، وهدخل من ظهر الغرزة الأولانية دي اللي أنا كنت هعمل فيها منزلقة، وهعدي في نص اللي انا دخلت منها كده لجوه.
ولا بتبان اي حاجه خالص. دخل بس الشغل كده الخيط كده. مش باينه خالص. هوصل دي في دي كده. هنا تبقى شكلها ازاي كده. يعني ده بيبقى شكلها. تمام كده شايفين ازاي. هوصل هنا كده بغرز حشو. تمام. وبعدين ارجع لك تاني عشان نبتدي نقفلها من تحت هنا بخيط بس بلون تاني. يعني هعمل الشراشيب اللي تحت بلون مختلف. هعمل لون ابيض وهعمل التقفيله اللي فوق بالابيض. والدراع هشوف لسه هنعمل فيه ايه، جلد ولا هنعمله الخيط، هنشوف مع بعض. احنا كده بدأنا اهو نقفلهم مع بعض بغرزة حشو زي ما قلنا. تمام. عشان يبقى شكلها زي ما وريته لكم كده شوية كده واضح اكتر. شايفين كده تبقى واحدة مثلثة واحدة مربعة واحدة مثلثة واحدة مربعة. وبعدين انا هخلص الحتة دي بس حبيت اوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. نقلب بقى ظهر الشنطة ونشتغل في الظهر. هقفل دي واوصل لحد هنا وهسيب دي من هنا ومن هنا مفتوحة. بصوا بقى احنا كده قفلناها تقريبا. اوكي. احنا قلنا بنشتغل على الظهر، يعني الظهر بتاعها جوه كله هيبقى فيه غرز اللي هي الحشو. تمام. حبيتي تخلي الظهر بتاعها هو الوش وتخلي غرز الحشو من بره عشان يديكي شكل بارز وغائر، مفيش مشكلة. يعني حبيتي تشتغليها على تخليها ظهرها هو وشها، مفيش مشكلة عادي. وهنا بقى انا كنت قلت احنا ايه هنقف هنا لحد هنا لحد المكان ده. تمام. هنسيب ده، هنسيب دي، دي ودي مفتوحين عشان انا مش هشتغلهم حشو، انا هشتغلهم منزلقة عادي جدا. تمام كده. فين بقى هشتغلهم منزلقة؟ في الداخلي اللي هو اللي جوه. يعني بصوا في دول كده، ماليش دعوة باللي بره. اللي بره دول الغرزة اللي بره دي، الغرزة اللي بره دي انا ماليش دعوة بيها، انا هشتغل في الداخلي بس. تمام كده. الغرز دي سهله اهي جدا، مفيهاش حاجه. المنزلقه دي بدخل من هنا، مش عارفه شايفين كويس ولا لا. بدخل من هنا وبعدي الناحيه التانيه هنا، بسحب الخيط بعدي بيه من الغرزة وبعدي بيه من الخيط الاولاني كمان. بس كده دي المنزلقة. بدخل كده بدخل في اللي في وشها كده. زي ما قلنا بنسيب الغرز الخارجية او اللي هو اللوبس الخارجيين دول او
الخيط الخارجي بتاع الغرزة اللي هي حرف الفي اللي احنا عارفينها دي، اهي مش هي الغرزة بتبقى كده اللي مش عارفين، بس يعني انا بشتغل في الداخلي، الداخلي بتاع الشنطة اللي هو السطر ده، واللي هو هنا السطر ده، بس كده تمام. ده بس عشان يبقى فيه وسع شوية في الشنطة، تبقى الشنطة يعني ضيقة شوية. عايزة تشتغليها على فكرة مش منزلقة بقى، عايزة تشتغليها حشو اوكي، عايزة تشتغليها عشان تبقى اعرض شوية مثلا عمود او نص عمود مفيش مشكلة، بس اعمل حسابي ان انا وانا بوصل بعمل غرز ارتفاع، لو عمود هعمل ثلاثة، لو اتنين، لو نص عمود هعمل اتنين، لو حشو بعمل ارتفاع سلسلة واحدة، لو مفيش خالص انا مش بعمل غرز ارتفاع، لو بشتغل منزلقة زي دي. ده طبعا بيفرق معايا في وسع الشنطة من هنا، بس في الشنطة دي مش هتفرق كتير لان هو الوسع بتاعها لطيف، هي اصلا شنطة كاجوال وتنفع في الصيف، مش محتاجة تبقى يعني تعمل لها وسع يعني فظيع، فده يبقى مناسب جدا معاها، خصوصا انه كمان خيط مكرمية، بيكون خيط تخين فمش محتاجين ده كله. تمام، مناسب جدا برضو الحشو، حلو قوي لو عملناها حشو خارجي، يبقى الحشو من بره بلاش يبقى من جوه افضل، لو عملنا الحشو الخارجي هتبقى برضو كويسة. خلاص انا خلاص خلصت، دي الغرزة اللي قبل الاخيرة، تمام كده خلاص. خلاص انا خلص كمان على فكرة معايا الخيط، هسحب بقى، هسحب هشد كده وهخلي ده من جوه، طبعا هقصه وانا عشان ما اسيبش المسافة دي كلها، بس اقصد اني هخلي ده داخلي من جوه بإبرة التنظيف او بالإبرة بتاعتي مفيش مشكلة، هسحبه بس دلوقتي لجوه اهو. تمام، طيب الشنطة دي كده ناقص لها ايه؟ ناقص لها الشراشيب اللي من تحت اللي هتكون هنا، اللي هتكون من تحت هنا، وفاضل لها من فوق اللي في اطار من فوق كده هنقفلها، طبعا ده شكلها مش حلو خالص يعني محتاجة لسه تتقفل. هقول لكم الاول دلوقتي ازاي هنقفل، هنا هنطلع بسطرين زي الموديل اللي عندنا في الصورة بالظبط، وبعدين هنرجع نعمل الشراشيب هنا. انا هغير الخيط وهشتغل بابيض من باب التغيير يعني. تمام، بصوا انا بجيب البكر ده عندي او الشلايب دي اهي، بفكها بقى وابتدي الفها بكر مدور كده، شفت الطريقة دي لقيتها سهلة يعني، بدل ما كنت بشتغل منها على طول يعني. انا هطلع زي دي كده اهو وهظبطها هلفها ونرجع نشتغل على طول دلوقتي مع بعض. البداية كانت هنا، تبقى في النص هنا، ده اللي هي بتبقى دي بتاعت المثلث، الدايرة السحرية دي بنعمل فيها سلسلة ارتفاع، وبعدين بشتغل فيها غرزة حشو في نفس المكان، وبعدين كل سلسلة هنا، كل غرزة هنا بنشتغل تحتيها غرزة حشو، بنشتغل تحت حرف الفي بتاعها غرزة حشو. تمام، فكل زي ما قلنا بقى كل سطر بنعمل فيه اتنين، نوصل لدي وهقولك نعمل ايه.
السطر اللي فات او السطر اللي احنا اشتغلناه اللي قلنا عليه هنا ده غرز الحشو، ونشتغلها ازاي بقى. نمشي بيها بالعدد اللي انا هقولك عليه ده. هنا دي كانت الدايرة السحرية، تمام؟ الدايرة السحرية بنعمل فيها 3 غرز، حلو كده. السطر اللي بعدها بيبقى ارتفاع غرزتين، فيبقى غرزتين. السطر اللي بعده ارتفاعه كمان غرزتين، فبيبقى كمان هنا بعمل غرزتين. اللي بعده نفس الموضوع غرزتين. اللي بعده ده بيبقى 3، لان هنا كنت بعمل عمود بلفتين، فده بيبقى 3. السطر اللي بعد كده كان عمود عادي فبيبقى 2. السطر اللي بعده كان حشو فبيبقى 1. فكده لما نعدهم هنلاقي ان المثلث ده وشه هيبقى 12 من غير الدايرة السحرية اللي فيها 3. ف12 وش و12 ظهر يبقى 24 زائد 3 هيبقى 12 و12 24 و3 27. وبعدين هنا بعمل 3 كمان في المربع بتاعنا، في وحدة المربع دي بعمل 3. وبعدين في الظهر كمان في برضو نفس الغرزة دي اللي هي بتبقى عمودين مع بعض، مفيش ما بينهم سلسلة، احنا نعملهم عمودين 2 بس من غير سلسلة. بنعمل 3 غرز عمود من غير سلسلة او غرزتين عمود بسلسلة زي ما تحبي. المهم ان في الاخر يطلع عندي هنا في المسافة دي 3 غرز اقدر اشتغلهم او احسبهم او اعد عليهم. فعايزة تشتغلي غرزتين وسلسلة اوكي، عايزة تشتغلي 3 غرز اوكي، بس الاسهل تعملي 3 عشان انت تعملي هنا كمان 3 فتبقي حافظة خلاص. 3 و3 و3 من الناحية دي و3 من الظهر، يبقى 4 3 زائد 12 هنا و12 في الظهر، وهنا كمان 12 و12 في الظهر، يعني 24 و24 48، و4 3 يعني 12 كمان 4 3 ب 12 يبقى 48 و12 يطلع 60. فيبقى عندنا 60 غرزة حشو بنشتغل عليها السطر اللي هقول لكم عليه ده اللي انا اشتغلته هنا، وهوريه لكم تاني وانا بطلع بيه فوق لان انا هشتغله مرتين. طبعا احنا ما فيش تزايد، احنا بنطلع بنفس العدد، احنا ما عندناش تزايد خالص، بنطلع خلاص بطول الشنطة او بارتفاعها. السطر ده بيكون عبارة عن بطلع ثلاث غرز سلسلة، تمام، من نهاية السطر. وبعدين بعمل غرزتين عمود هنا اهم، وبعدين بسيب مسافة غرزتين واعمل فوق غرزتين سلسلة، واشتغل 3 غرز عمود واسيب مسافة 2 سلسلة فوق و2 سلسلة تحت بسيبهم، واخش في التالتة، فاهميني؟ واسيب واعمل 3 غرز عمود، وبعدين هشتغل سلسلتين وعد 1 2 وادخل في التالتة واشتغل عمود وعمود وعمود، واعمل سلسلتين واسيب تحت غرزتين حشو وادخل في التالتة واعمل عمود، وهكذا بشتغل 3 عمود و2 سلسلة، 3 عمود و2 سلسلة لحد ما بخلص 60 غرزة. بوصل هنا عند بداية السطر او بوصل هنا عند النهاية، بعد 1 2 3 وبدخل في الغرزة التالتة، بعمل منزلقة كده، بكون بدأت السطر الجديد اللي هو انا هعمل فيه ايه بقى. همشي منزلقة لحد ما اوصل هنا، انا عايزة انقل على الفراغات يعني دي اللي هشتغل فيها او هبدأ بيها، تمام. فبعمل منزلقة، غرز منزلقة في المسافات بتاعة العمود، ده بس عشان اتحرك اوصل لهنا. وبعدين في المسافة نفسها خلاص هبتدي اطلع 1
2 3 وهعمل غرز عمود. هعمل قد ايه؟ هعمل 3، هعمل 2 وبحسب معاها الغرزة بتاعت الارتفاع او اللي هي سلسلة الارتفاع. فبعمل 2 عمود اهو، بعمل 3، يعني يعتبروا 3 غرز عمود، هما 2 بسلسلة الارتفاع، وبعدين بسيب مسافة هنا. قلنا عملنا 3 غرز وبعدين مسافة سلسلتين، هنعمل نفس اللي بنعمله تحت. وبعدين في الفراغ ده هعمل 3 غرز عمود عاديين جدا اهو، وبعدين هعمل مسافة غرزتين سلسلة، بعد كده هنا تاني هرجع اعمل 3 غرز عمود كده. مسافة 2 سلسلة وادخل هنا اعمل 3 عمود، وبعدين 2 سلسلة وكده 3 عمود، و2 سلسلة وبعدين 3 عمود، وهكذا بيكمل معايا السطر بالشكل ده. تمام، خلصوا ووصل هنا كده عند دي، وهعمل هنا منزلقة. وهنرجع تاني نشوف بقى هنعمل الشراشيب اللي تحت ازاي وهيكون شكلها ايه. نرجع نشوف شكل الشنطة كمان نهائي. وصلنا هنا كده للتلات غرز اللي هما الغرز العمود، وبعدين عملنا 2 سلسلة، وبعد 1 2 3، وبعدين بدخل في التالتة كده. ياريت اقدر ادخل فيها بالشكل ده كده واعمل منزلقة. ايوه كده، ممكن ضيقة شوية بس الغرزة دي كده. انا خلصت ده، الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده هي خلصت. بقي لي بس ان انا هبدا من هنا الشراشيب، وهنا انا هعملها باللون الابيض، والايد كمان هعملها باللون الابيض. انا حابه بس اوريكم شكلها كده. تمام، عندك اوبشن من 2، يا تعملي الايدين بالمكرمية الابيض او هتعمليها جلد. الجلد بتاعي سهلة وبسيطة وعارفين هتتركب ازاي، او ممكن نبقى نعمل لها فيديو بتاع تركيب ايدين الشنطة، او ممكن نعملها زي ما بنقول بالكروشيه كده اوريك ازاي. بس احنا دلوقتي هنشتغل الشراشيب الاول عشان اقفلها، وبعدين نشوف هنعمل ايه في الايدين بتاعتها. ممكن تقدروا تسيبولي كومنتات، انا هنزل الجزء ده بعد ما خلص الشراشيب هنزلها، وقولوا لي تحبوا نركب لها ايد جلد او نركب لها ايد مجهولة كروشيه ولا لا. فخلينا نجهز الخيط بتاعنا بقى اللي هنبتدي نقصه ونلحمه.
في الشنطة او نوصله ونشوف هنعمله ازاي عشان ما ي... طبعا ما يكرش، انتوا عارفين ان الخيط المكرمية بيكر، فنشوف هنعمل ازاي ده ونشوف هنقطعهم ازاي، لان الشراشيب دي هتبقى كلها بطول واحد وهي مع التركيب هتبتدي تاخد الشكل اللي هو بتاع السبعة ده. فخلينا نعمله واوريكم ازاي هنركبه. هنا احنا قطعنا شوية خيوط من الخيط بتاعنا بتاع المكرمية. نصيحة، وانت شغال او شغالة بالخيط الابيض او اللون الفاتحة، شايفين بتطلع نهايتها بيضة جدا ازاي، بعملها على البوتاجاز مش بعملها على ولاعة او كبريت او زي ما بعمل انا اوقات بعمل الكبريت. هنا اهو هنبتدي نركبها. هنعمل ايه؟ هنجيب الخيط هقسمه اتنين كده، انا اخترت الطول اللي انا عايزاه خلاص تمام، وببتدي اروح عاملة كده، دخل الابرة في المكان اللي انا هعلق فيه الخيط كده، دي اللي كنا فنشنا عندها، عايز تشد بس هحط الخيط بتاعنا مقسوم اتنين كده، يبقى مشدود اهو، بسحبه من تحت الغرز اللي انا عايزاها. انتي عايزة تنزلي الخيط منين؟ تمام، عديت كده، هروح عاملة كده، بطلع بالاتنين مع بعض بس. تمام، هعمل ده في اللي بعده. انا ممكن اعمل اكتر من واحدة، ممكن اعمل كده او بدخلها من الظهر مثلا عشان لو عايزة ادي كثافة اكتر يعني. تمام، هعدي كده وبعدين هاخد دي كده لو حابة اعمل كثافة يعني. فتبقى في الغرزة الواحدة في اتنين زي ما انتوا شايفين كده، شايفين شكلها من هنا عامل ازاي وشكلها من هنا برضو هيكون بنفس الطريقة. ده بيدي سمك احسن، انا بحب اعملها كده الطريقة دي، اوريها لكم تاني. هنا انا سايبة البكرة دي وسايبة الخيط هنا جوه لاني لسه هعمل اليد، فخليها لاني لسه بفكر بصراحة. انا بس وقفتها هنا حطيت هنا ماركر وشديت الغرزة عشان ما تكرش مني او تفك، وهكذا هاجي هنا اجيب الخيط وهاجي في الغرزة اللي بعدها تمام. احنا كنا اشتغلنا سلسلة، فاكرينها؟ هي السلسلة المنزلقة كانت هنا،
شايفين مكانها. انا بشتغل بقى يعني، بصي هي ضيقة بس معايا شوية. على فكرة ممكن تشتغل الفتلتين مع بعض، يعني تاخدي 4 خيوط مقسومين، 2 مقسومين مجهز، وتقدري تشتغلي بيهم بالشكل ده بدل ما تعملي واحدة والتانية. بس انا بحب ادخلهم في بعض عشان يبقى شكلهم زي ما انتي شايفة كده، يبقى شكلهم لطيف يعني. كده ايوه كده، واحط الابرة واسحب الخيط. مش لازم بالابرة على فكرة، ممكن اسحبها بايدي كده اهي. تمام، خد واحدة كمان، هعمل العكس. بدل ما دخلت الإبرة أول مرة من هنا، بدخلها من الظهر كده. طبعا المسافة بتضيق لأن احنا اهي، وأيدي الخيط عليها كده. معلش سوري، بس الموبايل وقع وانا بصور. بس اهي اهي، المفروض دي تدخل جوه دي، بس انا عندي دي مضايقاني، بدخلها الاول كده وبعدين بدخل ده كمان. تمام كده، بشدها كده اهي. بس شايفة شكلها كويس؟ شايفين كده؟ لو اشتغلت في كل غرزة بنفس الطريقة هتطلع معايا مظبوطة، هتطلع معايا نفس شكل الشنطة. نعملها مرة تالتة، بس انا مقطعتش خيوط تاني، هوريكوا في واحدة اهي. اهي شايفين فين؟ بساوي الخيط، بشده وبعدين بعدي الخيط كده، وبعمل واحدة بالعكس الناحية التانية لما بدخل الإبرة من الظهر هنا كده. خلصها وارجع لك تاني تشوفي شكلها النهائي، ونشوف هنعمل ايه في اليد بتاعتها.